اعلموا أن من النواقض موالاة الكفار ومعاونتهم ومظاهرتهم على المسلمين، وهذا من النواقض التي يكثر فيها الكلام من الشباب لا سيما من المتحمسين. ولكن كما قلت لكم سابقا إن الأحكام الشرعية لا مدخل للعواطف فيها، وإنما مبناها على أمرين: على عقل صريح ونص صحيح، عقل يفهم النص. العواطف متى ما دخلت في هذه المسائل الدقيقة فإنها تكون عواصف تعصف بالأمة وتهلك الحرث والنسل. ولذلك وصيتي لكم يا شباب الأمة، هذه الأحكام المصيرية التي يتعلق بها مصير الأمة لا تأخذوها من سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان وأنصاف المثقفين، لا تأخذوها إلا من أفواه العلماء الراسخين الكبار. نصيحة لوجه الله، إياكم أن تأخذوا هذه الأحكام التي يكون الخطأ فيها مدمرا للعامة ومهلكا للحرث والنسل من أفواه المتحمسين الصغار الذين لا ينظرون إلى مآلات الأمور ولا يقضون بالحكمة، وليس ثمة عقل يحكم أقوالهم ويسدد أفعالهم، وإنما هو الحماسة والهوى والعنجهية وإثبات الوجود وإظهار القوة التي تدمر ولا تعمر وتهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح. فالمسألة إذا أخطأنا في تطبيقها لا يرجع فسادها على بيت يهدم بل على دولة كاملة. فوصيتي ألا تأخذوا هذه الأحكام وصية من فمي أنا أولا، لا تأخذوها من فمي ولا من فمي زيد ولا من فمي طالب العلم الصغير الفلاني، وإنما أقصروها على أفواه العلماء الكبار. وعندنا في المملكة ولله الحمد والمنة هيئة فيها من العلماء من تثق الأمة في علميتهم، أليس كذلك، ورسوخهم وأمانتهم، وهم هيئة كبار العلماء، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين. لا تأخذوها لا من وليد السعيدان ولا تأخذوها من شعيط ولا تأخذوها من معيط، إنما هؤلاء الذين قد فتحوا أبوابهم ليلا ونهارا وأرقامهم وهواتفهم معروفة وبيوتهم كل يعرفها. فإذا ألم بك شيء فإياك أن تطرق باب الصبي الفلاني والسفيه العلاني، تأخذ أحكاما تتعلق بمصائر أمة تأخذها من إنسان والله لا ينظر في المآلات إلا إلى أخمص قدميه، ما عنده نظر إلى بعيد، وإنما يريد أن يظهر عضلاته وقوته وأنه لا يخاف من المباحث ولا يخاف من الاستخبارات ولا يخاف من الدولة، وأنه يضرب بيد من حديد ولا عنده في أبو شنب، وهو والله حمار ما عنده، ما عنده، لو ينبغ عليه قطو لو ينبغ عليه قطو نحاش. إظهار القوة والعضلات في هالمسائل التي تهدم بها البلاد وتهلك الحرث والنسل ما يجوز. والأسفه منه من يطرق بابه لأخذ هذه المسألة. فعليكم بالعلماء، عليكم بالعلماء الكبار. أوصيكم وصية محب لكم، لا تأخذوا الأحكام المصيرية التي تتعلق بها مصائر أمة من سفهاء الأحلام وصغار الأسنان. عليكم بالعلماء، ما يقوله العلماء خذوه، اسمعوا توجيهات العلماء واقبلوها. والله ما أطاعت الأمة العلماء الكبار العقلاء الراسخين الحكماء إلا وتكون نتائج طاعتهم كل مصلحة وكل خير وكل سلامة. هم ربان السفينة حقا وصدقا، الذين يقودون السفينة وهي بين خضم أمواج تسونامية عالية، ولكن إذا تولى قيادتها العلماء الراسخون فسيصلون بها إلى بر الأمان إن شاء الله. لكن إذا تولاها المتحمسون المتعجلون المتفيقهون، الذي يلوك لسانه أحدهم يلوك لسانه كما تلوكه البقرة، ما عندهم، ما عندنا، ما عند هؤلاء من العلم ومن الحكمة ومن الدراية ومن تجارب الأمور وكبر السن. ثم انتبهوا إلى قضية: لا يغرنكم صبي امتلأ علما فإن هناك شيء يقال له الحكمة، والحكمة لا تنال بالكتب وإنما تنال بالتجارب السنين يا رجل. في من الناس من يقبل قول هذا الطالب لأنه حفظ من الأحاديث آلافا وحفظ من المتون مئات وحفظ العلم وحفظ، ثم يستشار في مصيرة أمة لكنه لا يزال شابا، والشاب يدفعه الحماسة وإن كان طالب علم.
هناك أشياء لا يملكها الشاب ولو كان عالما ولو كان كنيفا ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدمه، لكن هناك شيء يفقده الشاب، الحكمة. الحكمة، والحكمة غالبا لا تكون إلا مع كبر السن. وكم كنا نتكلم أمام الشباب بأمور لما كبرت سننا تحسفنا عليها، مع أننا كنا نتكلم فيها بمقتضى دليل، عندنا أدلتها، لكن ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال. فهناك شيء لا يكتسبه طالب العلم الصغير إلا بعد كبر السن، فإذا اجتمع وفور العلم وكبر السن والحكمة فهذا نور على نور. فالمسائل المصيرية أقصر السؤال فيها على كبار السن، لأنهم هم أهل الحكمة وأهل التجارب وأهل المعرفة وأهل الدراية. أطعنا علماءنا في غزو صدام للعراق فخرجنا بكل عافية ولله الحمد والمنة. أطعنا علماءنا فيما بعدها من النوازل والقلاقل، ولما خرجت داعش والقاعدة وتعددت الجبهات التي تدعي الجهاد وغيره، أطعنا علماءنا ولم نفتح قلوبنا ولا أسماع رؤوسنا لغيرهم، فخرجنا بكامل المصلحة وكامل السلامة ولله الحمد. وهكذا الأمة متى ما نزلت نازلة، إياك أن تغضب على العلماء. العلماء قد يقولون شيئا لا تريده أيها الصبي، ولكن انتبه، إياك أن تدير دفة العلماء حتى يتكلموا بما تريد، فربما ينطق العالم بما لا تريد. أطيعه وإن كنت لا تريد، أطيعه وإن لم يوافق رأيك، أطيعه وإن رأيت أنه منبطحا للحكام، أطيعه وإن رأيت أنه يحب الدراهم والكراسي، أطيعه وإن وصفه غيرك من أصحاب القنوات بأنهم منافقو آل سلول. أطيع العلماء واترك هؤلاء، والله هؤلاء لا يريدون لا بك ولا بعلمائك ولا ببلادك ولا بأمنك إلا الدمار، وأول من سيضحك عليك وعلى بلادك إذا ذهب أمنك هم هؤلاء الكلاب. أطع العلماء، أطع علماء بلدك، قف عندما إذا قالوا قف فقف، إذا قالوا تحرك فتحرك، إذا قالوا دع فدع. إياك أن تتقدم على العلماء بقول أو باجتهاد أو بعقل أو برأي أو بنقل. هذه المسألة التي نحن في صددها العلماء يقررون فيها تقريرا يخالفهم فيها بعض الشباب الذين امتلأوا علما لكنهم شباب، يبقى أنهم شباب. فأنا لا أطيع فيها هؤلاء، ولا أطرق باب هؤلاء، ولا أتتبع فتاوى هؤلاء الشباب أبدا، حتى وإن كنت أثق في علميتهم لكن لا أثق في حكمتهم، وأطرق باب هؤلاء العلماء. مع أن هذا الصبي عنده من الأحاديث ما ليس عند هذا الكبير، عنده من المتون والمعرفة برجال الأسانيد ما ليس عند هذا الكبير، لكن والله ما أطرق بابك في هذه النوازل، أطرق باب هذا العالم، لأن النوازل قد لا تحتاج إلى كثير علم وإنما تحتاج إلى وفور حكمة. صح ولا لا؟ وفور حكمة. النوازل ما تحتاج إلى كثير علم غالبا، وإنما تحتاج إلى وفور حكمة، حسن تعامل، وهذه لن أجدها عند هذا الشاب المتحمس الذي سيملأني من حماسته حتى يفجر ما في داخلي فأهلك الحرث والنسل، ولا عندي في أحد وعلي وعلى أعدائي. لكن هذا العالم سأخرج من عنده وقد بصرني بما أمامي وعرفني بحقيقة الفتنة وعطاني بعض التجارب التي مرت عليه في حياته، فلن أطرق باب هذا أبدا، وإنما أطرق باب العالم الكبير. ترى والله ما أقولها نفاقا ولا مجاملة لأحد، والله يشهد على قلبي أني ما أقولها إلا نصحا للشباب. انتبهوا يا شباب، في مسائل الأمة المصيرية لا تسمعون شعيط ولا معيط من الشباب، حتى ولو حفظوا الكتب الستة كلها، حتى ولو حفظوا القرآن والتوراة والإنجيل، ما خلوا كتابا إلا حفظوا. لا تسألهم، سل هؤلاء الكبار، سل أهل الحكمة، سل أهل العقل الناضج، أهل التجارب الكثيرة، أناس انحنت ظهورهم في التجارب وشابت شعورهم ومرت عليهم قلاقل وزوابع وصارت عندهم الخبرة والدراية. يا رجل، الخبرة والدراية. الطبيب الذي مضى في الطب عليه 60 سنة والطبيب الذي تخرج بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف لكن لا يزال متخرجا، أيهما أبصر بمهنته؟ صاحب التجارب ذا الكبير، عنده من التجارب والخبرة والدراية ما ليس عند صاحب اللي قرأ التجربة نظريا لكن لم يطبقها عمليا. هؤلاء الكبار قرأوها
وطبقت عليهم على توالي السنين كثيرا. فنصيحة هل الإنسان اللي أمامكم لكم، لا تطرقوا أبواب صغار الأسنان في المسائل المصيرية، اطرقوا الكبار. طيب الكبار هذولي يقولون شيء وإنما لا، حتى ولو أنت الخطأ وهم الصح. يقول عمر رضي الله عنه يوم في صلح الحديبية، كان يريد أن يغزو، كان مقهورا عمر من تلك الشروط التي رأى أنها ظلم للإسلام والمسلمين. يأتي أبو جندل ثم يسلم للكفار أمام عيني المسلمين وهو يرفل في الحديد، إنه شيء يقهر، وبأمر رسول الله يسلم. فيأتي عمر يكاد ينفجر من القهر والغضب، كيف يا رسول الله، أولسنا على الحق وهم على الباطل، لمن أرضى الدنيا في ديننا؟ ويأتي إلى أبي بكر، شو يقول له الكبير، كبير السن، وشو يقول؟ إلزم غرزه يا عمر فإنه على الحق، إلزم غرزه يا عمر فإنه على الحق. هكذا ينبغي أن نكون. أما التخبط في الفتن والضياع والتيه في برار الفتن، والله ما يرجع على الأمة إلا بكل ويل وخسارة. فأنصحكم لله، اطرقوا باب الكبار، إياكم والصغار، اطرقوا باب الكبار. ما يقوله علماؤنا الكبار هو الخير، حتى وإن اتهمتهم القنوات الفاجرة بأنهم كذابون، فالقنوات هي الكاذبة وعلماؤنا هم على الحق. حتى وإن اتهموهم بمجاملة السلاطين، والله ما جاملهم علماؤنا، والله ما جاملوهم. ويكذب من اتهم العلماء بهذا الوصف، وإنما يريد أن ينفر عن علمائنا، وإنما تعاملوا مع السلاطين بما تقتضيه إيش؟ الحكمة والعقل. هم سكتوا، لكن أنت ترى سكوتهم ضعفا، هم يرونه حكمة. أنت توك صغير يا ابن المسلمين، توك صغير، إياك أن تناطح بحكمتك وعقلك هؤلاء الكبار أصحاب التجارب. هذا الذي أدين الله به، وأنا أطلت في هذا، لكن معذرة، وصيتي لكم العلماء، اطرقوا أبواب العلماء الكبار، خذوا بتوجيهاتهم، قفوا عند رأيهم، تنازلوا عن آرائكم لآرائهم، اعتمدوا في واقعكم ما يقوله هؤلاء الكبار أصحاب العلم والأمانة والخبرة والتجربة العالية. فمن رضي فله الرضا، وإلا فكما قيل، فإن من لا يقتنع بالحق فهذا دليل على بعده عن دين الله عز وجل، وبعد عقله عن تلمس مواقع الحكمة.